صلوا على نبينا محمد أيها المشاهدين. شاهد ما أين سيدخل، يعني كاد أن صراحة يفقد حياته هو مجموعة من الأصدقاء هذا اليوتيوبر. صلوا على نبينا محمد واشتركوا في القناة ونشروا المقطع وخلوا تعليق وصلوا على نبينا يعني واستغفروا ودعوا لي بالخير أيها المشاهدين. شوف معي أنا كل هذه الأمور، يعني تعتقدون بأنه هي أمور تافهة ولكن هم عندهم هواية. شوف كيف يدخل في هذا، شوف سبحان قال لهم يعني توجب علي نزع الخوذة لأنه المكان ضيق جدا. شوف وين يدخل، قلك ضيق جدا. يعني هذو الأشخاص الذين يدخلون مثل هذه الأماكن عندهم مخططات لمغارات، يريدون الدخول من مكان A والخروج في مكان B، والمرور يكون يعني يحتم عليهم دخول في هذه الأماكن الضيقة جدا. وهذه هواية صراحة خطيرة جدا، والأشخاص اللي يحبوا هذه الهواية هم أشخاص مثل أنت، يعني تكون تحب تلعب كرة قدم هم يحبوا هذه الأمور. يعني صراحة يعني أمر غير مفهوم، ولكن هناك أشخاص يحبون هذه الهواية. شوف معي وتظهر كأنه يعني هناك نوعا ما سقساه، سأل صديق وقال له كيف يظهر طريقك، قال له طريقي واضح نوعا ما. شوف يعني النزول هنا وفي الظلام عزيزي مشاهدين، في الظلام. قال لهم توجب علي نزع الخوذة مجددا. تخيل معايا أنه يعني تكون هناك حركة لأي صخرة من الصخور الضخمة هذه وتسقط عليك، يعني كيف ستكون العاقبة. شوف 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 المساحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف 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 المسافة، يعني سنتيمترات فقط بين الأرض والصخرة هذه. هنا قال له هناك مكان ضيق جدا، قال له سأقوم بالذهاب برغم صعوبة المكان. قال له أوكي اذهب. شوف شوف المياه، صراحة يعني أمرهم غريب جدا. وانت تشاهد هذا الفيديو تشعر بالضيقة صراحة، اذا ما شعرت بالضيقة علق لي في الاسفل. يعني شوف كاين مياه تخرج من هذا المكان، اوه هناك حشرات، حشرات في المياه. اوه قال له عملاق هذا الحشرة، يعني سماها هو سلامندر، هو سماها. انا شخصيا لا اعرف كيف تسمى هذه الحشرة. شوف المكان هذا صراحة يعني غريب أمرك يا صديقي. ويستمرون ويتحدثون ويتكلمون بدون أي أدنى مشكلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى طريقة التصوير يعني يصور وكأنه عنده عادة الدخول إلى هذه المغارات، يعني يصور عادي شد الكاميرا. أنت لما تكون هنا تكون تنافس بين الحياة والموت. أنا قام بوضع الكاميرا من أجل أنه يمر هو وصديقه يصور. شوف شوف يا الله، يعني هذا المكان فيه مياه وهذا المياه يعني تبللهم والأجواء باردة. وصديقه قال له لن أقوم بالمرور من هنا. قال له أنا سأكمل لوحدي. شوف صخرة هنا، شوف شوف صخرة هنا بالله عليك. شوف معي شوف معي الصخرة هنا، شوف معي الصخرة هنا، شوف الصخرة هذه يعني تكاد تنكسر. تخيل معي أنك تدخل تحت هذه الصخرة اللي وزنها ممكن 200-300 كيلوغرام أو أكثر وأنت تمر تحتها، يعني أي حركة تعتبر غش. غريبة صراحة غريبة. شوف قال لهم سأمر لوحدي هنا. صديقه يعني قال له يعني لن أقدر على المواصلة لأنه المكان ضيق جدا. شوف هذه مياه تظهر كأنها مياه عذبة. استمر في المراوغة والمرور. ماذا تفعل يا صديقي؟ قال لك المياه باردة جدا، يعني متجمدة. قال لك حتى أذني
يجب عليهم دخول تحت المياه، قال لك وهي باردة جدا. تخيل معي هنا تلتقي بثعبان أو تلتقي بحيوان ممكن يودي بحياتك، كل الأمور واردة. تخيل تنطفئ الأضواء، تبقى في الظلمة يعني غريب جدا. سبحان الله. قال لهم يا رب، قال لهم المياه متجمدة يعني درجة حرارة منخفضة. وكأني أنا راني في مكانه صراحة، يعني لما تشوفك تشعر وكأنك أنت في مكان. قال لهم هذا هو المكان الذي أنا فيه، المياه هنا. قال لهم لا يوجد عندي أي مكان من أجل تحريك رأسي. قال لهم إذا ما حركت رأسي قليلا فمي يدخل في المياه. قال لهم يجب أن أستمر في الدفع. لماذا يا صديقي تلقي بنفسك؟ شوف ينزع الصخور اللي ممكن تعيق حركته. سبحان الله. يستمر هنا يعني حتى إذا أراد أن يتراجع ستكون صعبة عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. This is not good. قال لهم هذا الأمر ليس جيد. هنا لو ما يكونش إنسان عنده يعني خبرة ممكن يدخل في حالة بانيك يعني. وشوف شوف شوف قال لهم يعني صعب جدا عليه التحرك هنا لأنه المكان مضغوط. Oh my God. If this ceiling even collapses like an inch, I'm squished like a bug. قال لهم إذا ما كانت يعني هناك يعني إنش واحد فقط إضافي سوف أعلق، لأنه طريقة المرور تاعه يعني الجسد تاعه راه يمر، لو هناك شخص آخر يعني أغلظ منه أو أسمن منه يعني ما يقدرش يمر هنا. سبحان الله. علاش يا أخي طريقة المشاهدة هذه تاع الفيديوهات لازم تكون هكا، يعني تشاهد مع إنسان يشاهد معك باش تقدر تشاهد الفيديو. قال لهم أنا أشعر كأني عالق. وهنا يهدئ نفسه يعني باستعمال الخبرة، يهدئ نفسه لكي لا يدخل في حالة ذعر. So the reason I kept pushing is I thought it was gonna get wider. But as I'm getting closer, I realized it's an illusion. كان يقول لهم. The water was just so calm and still above me that it was reflecting the ceiling off, and it just looked like a way bigger space. آها. قال لهم قبل دخولي إلى هذا المكان كنت أعتقد بأنه المكان يتسع، ولكن انعكاس المياه هو اللي خلى المكان يظهر كهكذا، ولكن في الحقيقة هو ينقص يعني مساحته تنقص في كل مرة أتقدم. قال لهم سوف أحاول العودة. قال لهم والآن العودة كيف ستكون يا ترى؟ يحاول العودة هنا في نفس الظروف التي جاء منها. صراحة مخاطرة، ولكن هو يتحمل مسؤوليته. وهذا الفيديو صراحة أحدث ضجة في الانترنت لأنه الخطورة التي تعرض لها هي خطورة صراحة لا نقاش فيها. قال لهم أعتقد أني عالق. قال لهم هذا ليس مزحة، لأنه شوف يعني لا يتقدم بشكل كبير. يجب أن يأخذ أنفاسه. شوف اسمع الأصوات برك، اسمع الأصوات. واو.
سامحوني أعزائي المشاهدين ولكن يعني انفعلت مع هذه اللقطات وهذه اللحظات. قالوا ما نتحرك قليلا. Hey James. Yeah. Oh. I'm coming. You're there. Dude, I got stuck. No. I was having a little freak out. أنا رأيت كلم. قال له علقت في هذاك المكان وشعرت نوعا ما بالبانيك. شوف شوف الفتحة هذه كيف يمر منها. قال له يعني اعتقدت بأن المكان يتسع ولكن المكان كان ضيق. For this flashlight. There it is. I thought I had left it somewhere back there. أو صديقه الذي قرر عدم المواصلة ينتظره في هذا المكان. شوف الأماكن ضيقة. صراحة هذا ابتلاء صعب. I was blissfully unaware of it when I came in. هنا هذه الصخرة مكانها يعني بإمكانه أنه يتحول في أي لحظة. صراحة صعب أنه يخاطر ولكن يحاول بحذر واحتراس لكي يمر. وهنا قاموا بالخروج من أماكن الضيقة. ما زالهم داخل المغارة ولكن أصعب مرحلة يعني قد اجتازوها. شوف يعني هنا التسلق. ما زال يحاول. كلهم سأرى هنا في هذا المكان. هنا يتكلم على أحد الكوابل التي يلقاها في هذا المكان. هنا الثقبة هذه قالوا أشعر بأن هناك هواء يأتي من هذه. يعني يشقون الأماكن الضيقة. قالوا المكان ضيق جدا. شوف لما يكون المكان ضيق يدفع نفسه يعني ما يتوقفش. وهذا أمر يعني صراحة غير مفهوم. قالوا المكان مفتوح هنا. نايس. صراحة الأشخاص اللي عندهم هذا الموهبة صراحة بالتوفيق. هنا يتكلم على بقايا هنا ممكن يعني جثة لحيوان من الحيوانات القديمة. كلهم لنستمر. Keep going, keep going to where? إلى أين تستمر يعني هنا خلاص. There's a pair of safety glasses. أنا يعني يكتشفون. Someone must have been doing some work back here. أمور. Maybe they're trying to blast it back here too. وجود هنا. كلهم هناك بقايا. ممكن شخص كان هنا. That is really tight, guys. هذه يعني نظارات لشخص ما كان هنا. قالوا المكان ضيق جدا. يعني حبهم للاستطلاع والاكتشاف الخاص بالمغارات غريب جدا. قالوا الثقبة هذه تستمر. حفرة. قالوا مستحيل هناك حفرة. قالوا من يعتقد بأن هناك هذا الأمر هنا؟ قد يعلق حتى هنا في هذه الصخور. واو. شوف مغارة. كله هناك مغارة. قالهم لا أعتقد إذا ما كان هناك شخص. قالوا ممكن نأتي إلى هنا مرة أخرى مع خيط. ونقوم بوضع خطة يعني من أجل الدخول إلى هذا المكان.
صراحة يعني مستحيل يعني بمال الدنيا أنه نقوم بهذه التجربة يعني في هذه الأماكن. حتى مكان ربط الحبل يعني ممكن يكون في خلل, ممكن يكون في خطأ, وتقع يعني لا تقع على الرمال بل تقع على الصخور. قالوا آخر مرحلة, قالوا أجواء مظلمة كلية في الخارج. هم وصلوا هنا, خرجوا إلى سطح الأرض وأخيرا يعني تشعر بالراحة مكانهم وهم يقررون العودة. تخيل معي أنت, أنت تفرح وتسعد لكونهم يعني خرجوا من مكان, شوف شوف كيف كان حاله يعني, خرج من هذا المكان إلى سطح الأرض, أنت تشعر بالراحة وهو يخطط من أجل أن يعود. يعني صراحة أنا لا أفهم هذا النوع من المغامرات. تعلقوا لي في الأسفل أعزائي المشاهدين. أشكركم جزيل الشكر, نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.